اليوم نقدم لكم سلالة الطائرة الأسطورة الملقب بالوحش لتضرب من جديد مع بداية هذا الموسم في ديربي كازابلانكا الدولي. سلالة لها صيت واسع وكبير على الصعيد الوطني، سلالة تهوى التحدي ولا ترضخ أبدا للهزيمة. عنوانها الطليعة هو التفوق، وحصدت الألقاب بامتياز، فهنيئا لمن يتوفر واقتنى هذه السلالة. نتائج أبناء وأحفاد سلالة الوحش: سلالة فائزة على مستوى سباقات المغرب في 5 مرات، أول على مستوى العصبة في سباقات السرعة والمسافة المتوسطة، أول عصبة في سباق بولفاع بفارق 21 دقيقة، أول وثاني وثالث عصبة في سباق أمانتانوت، أول عصبة في سباق سنيمو، أول عصبة في سباق أركانا، أول عصبة في سباق آيت باها. آخر نتائج أبناء وأحفاد الوحش: المركز الثاني في نصف نهائي ديربي كازابلانكا، وأيضا يوجد له أخت كلوش في نفس الديربي ديربي كازابلانكا، وحاصل على المركز الخامس. هذه نبذة مبسطة عن سلالة الوحش. نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح.